مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. إن لله وإنا إليه راجعون. تمنينا الحياة الريان ولكن الله عز وجل هو صاحب القرار في الأخير. آخر فيديو وضعته في عين المكان وكنا توصلنا في هذاك الوقت مع المسؤول اللي أعطانا بأنه على بعد سنتيمترات من المكان فين كاين. من مورها ما بقيتش وضعت الفيديو. السبب كان هو أنني إنسان قبل أن أكون في الإعلام. ما قدرتش نستمر لأنه المرحلة احنا مشينا في الثلاثاء في الليل حتى النهار اللي تعلن النتيجة بأنه توفى. العقل يقول كلام والعاطفة تقول كلاما آخر. كنا كنقولوا كيفاش غيستمر، كيفاش غادي يكون في هذا البير، كيفاش غادي يبقى في هذه المدة كلها. والشق الثاني أنه الله عز وجل إلى قال كون فيكون. الله هو القادر. تدمرت نفسانيا صراحة. الحل الأنسب أننا خدينا السيارة وانتقلنا، لأنه المغاربة بطبيعة الحال والعالم العربي كله توصل بالمعلومة أنه في ذمة الله. ريان كسب قلوب المغاربة والمغاربة كلهم كيتنفسوا ريان. تنطلبوا الله عز وجل يجعلوا من أهل الجنة يا ربي. مشاهدينا الكرام هذه نبدأ مختصرة الملف ديال ريان. الملف الثاني اللي بغيت نتكلم فيه اللي هو أطر عليا بشكل كبير في الشق النفسي هو قصة الفنان المشهور اللي الوضع الصحي الحالي دابا ليس على ما يرام. الفنان في الأول هو كان خرج بتصريح والعائلة دياله كانت متضمرة من ذاك التصريح. صبروا مدة طويلة في الأخير هما لهم الحق في الاختيار ولي الشرف أنهم اتصلوا بيا باش عودوا معايا القصة. تبعتوا معنا القصة سواء لا في يوتيوب ولا في الفيديو الثاني اللي في مغارب نيوز في الفيسبوك. حاولت ما أمكن أن أكون إنسانا أكثر في الموضوع. حاولت ما أمكن أن يكون طابع النفسي إذا صح التعبير في الموضوع وفي خضم الموضوع لا الأخ ولا الأم. كنت دائما في الحوار كنطلب وكنقول لهم من اعترف بالنبي فلا ذنب عليه، الله غفور رحيم. بقيت في خضم هذه الأمور لأنهم لهم الحق. أنت تكلمت لما كنت تزبد وترغد كما تشاء هما الضر لهم الحق في التعقيب. هنا أعطوا الجواب ديالهم ولكن لا يمكن أن أستمر في هذا الملف. هو اللي بغيت نشرح دابا لأنه الخروج ديال هذا الفنان الله يشفيه يا ربي. العائلة ديالو تدمرات سواء الأم بشكل كبير والأخ عطاو الجواب ولكن من موراها بطبيعة الحال نتعاود خرجتي. ملي خرجتي وانت طريح الفراش كما شفنا في الصورة هاد العائلة لها الحق في الجواب. وهنا غادي تطرح عندي الإشكال. أنا لا يمكنني أن أستمر في هذا الملف لأنه الكلام اللي قلتي في الأول وبعض الخرجات على الوضع العائلي من موراها العائلة جاوبات في أسرار اللي كانت أول مرة كتخرج سواء الزواج للأم ما عارفاش سواء مجموعة من الإشكاليات. وكذلك الوقت اللي صار حسيتي براسك مريض وجاو العائلة يعني الأخ والأخت وكان المآل ديالهم واستفيض والدائرة الأمنية وإشكالية كبرى. هادشي ما قلتيش ولكن هما قالوا. هنا سؤال إلى متى سوف يستمر الترشق في الكلام؟ راه إلا بقينا في هذا الملف كنوليوها في الفتنة. هذا أمر عائلي وهنا كنوجه النداء لجل المغاربة والمتخصصين ومن لهم تأثيرات قوية على هذا الملف سواء في عالم الفني سواء في الناس المقربين. أنت اللي كتعرفهم من العائلة اللي كتعرفهم شي صلة توصل بطريقة ودية حتى لا يتفاقم الوضع أكثر من هذا. لأنه أنت مريض الله يجيب لك الشفاء يا ربي وهذيك الأم حتى هي مريضة.
والإشكال الثاني علميا أنه عندك خوك توام لما تعاني أنت يعاني الطرف الثاني توحس به. أنا ما بغيت نوجه التهم لا ليك لا لتشي واحد، والنداء كنوجه للمغاربة، ولم أستشير في هذا القرار لا معاك لي معمرني تلاقيت معاك، وأنا كنت وجهت النداء قلت لا أنت تفضلتي معنا بأنك تعقب لك الحق، أنت ما اتصلتيش بنا هذا كيبقى حقك وأنا أحترمك دائما كيفما كان الحال سواء اتصلتي بنا ولا لا، ولكن العائلة هي متضمرة. النداء ديالي الأهل الفن الناس اللي لهم قوة تأثيرية في العائلة يدخلوا في هذا الملف حتى لا يصل لما لا تحمد عقباه. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع بغيت نذكروا بواحد القصة اللي عاشوها المغاربة كاملين، هي قصة عديل الميلودي. شكون اللي قال انه غيتبات واحد النار بالله راه هذا الوليد ماشي ولده؟ عادل مسكين عانى ترشق في الكلام والسب والشتم وسخط ديال المغاربه علاش تنكر ولدك وهذا وهذا، وفي الاخير بنت النتيجه عانى هو عانت الزوجه ديالو، وهذا الشيء تاثر على هذا السيد. هذا الشيء اللي ما بغيناش نوصلوا ليه في هذه الحاله ديال هذا الملف هذا. اذا كان شنآن بينك انت والوسط العائلي، لماذا لم يكن ضبط النفس في الموضوع ويكون بعض الفئات اللي هما حكماء في المقربين ما لهم تأثير للحد من التصدع؟ انت في الوسط العائلي ديالك ممكن سواء من جهتك انت ولا من جهة ماما يكون شي حل ودي، هذا اقتراح فقط. انا لا يمكن ان اكون لي قرار في الموضوع كما ما اعطتنيش خاطري انك من جاوبتي انت نعود مشي عند الطرف الثاني وغنبقاو كنترشقوا في الكلام. أنا كنبعد على مهنة الإعلام، أنا تعمدت أني نتكلم بشكل منفرد. الصلح خير، الشق الإنساني خير. أنت مريض الله اللي عن بك، والأخ ديالك متضرر، والأم التي لا تناقش الله عز وجل أعطاك فيها صيغة الأمر ولا ذكر الجملة ولا. إلى متى غتبقى هذه الأم بهذه الطريقة هذه؟ أنت غادي تقول والطرف الثاني غيجاوب، وانت تعود تعقب والطرف الثاني غادي يجاوب، الى متى؟ وهذا هو عمق السؤال اللي خلاني اليوم ندوي على هذا الموضوع. والنداء كنوجهو لاقرب الناس اللي انا ما تنعرفهمش، ولكن هما يشوفوا هذا الفيديو غادي يعرفوا الموضوع، يدخلوا بشي خيط بيض كيفاش يدار الحد لهذه الازمه، لانه هذا الشيء غادي ياثر على الام وغادي ياثر عليك انت في الوسط الفني ديالك. إلا كتب الله عز وجل غادي الدواء إن شاء الله وتولي بخير وعلى خير. نتوقع لك نجوم في المجال الفني في الغناء، لك مسار رائع ولا زلت صغيرا 37 سنة باقي غادي تطمح في المستقبل، غادي أطر عليك هذا الشيء لتفقم أكثر. لماذا لم يتم شي صلح بطريقة حبية وتصفى في الأمور، واللي غلب يعف واللي غلط يعتذر، من اعترف بالنبي فلا ذنب عليه؟ انا الوقت اللي عطيتني التصريح انا شفت الفيديو وكان عندي اتصال مع العائله، ربطوا بي الاتصال، وصراحه عجزت انني نعاود نسجل في الموضوع، بغيت ندوي فيه بوحدي، لانه الشق الانساني حيت كاينه واحد الحاجه سميتها الضمير المهني، كاينه واحد القناعه شخصيه. دابا انت غادي تقول لي انا مشي عندهم ما يجاوبوكم، لماذا؟ انا ما بغيتش ندخل في حيتيات الموضوع انطلاقا من 2013 بالإنجاز ديالك، مجموعة من التناقضات فيها السطر ديال الزواج على الأم، فيها بزاف الإشكاليات، والمغاربة متبعين وتعرفوا أسئلتي كي دايرة، وغادي نكون منطقي لأنه أنا أستقي المعلومات من الرأي العام وأستقي أسئلة الرأي العام ندرجها، وتكون عندها أسئلة اللي كتكون موضوعية، هذه طريقتي والمغاربة عارفينها. ما بغيتش نخوض في هذا الموضوع لأنه الابعاد ديال هذا الموضوع صعب، انا ما عرفناش الوضع الصحي ديالك كيداير، الله يشافيك يا ربي، والام ديالك الله عز وجل اللي عند الوضع الصحي ديال لا هي لا الاخ لا الاخت الثاني اللي تكلمتي عليها. وهنا بين قوسين بغيت نذكرك بواحد المساله، وانت مريض، لما كان الاخ يتكلم على القصه طرح المشكل وبواحد المستوى عالي، ولكن انت ملي عاود عقبتي انت تكلمتي انا ما نسمح لي لا دنيا لا اخره، الا وقعت لامي الا كذا الا كذا الا كذا، واش غيتحل المشكل بهذه الطريقه؟ اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه، اللي كيدعي القوه يموت بالضعف. انا ما تنوجه ليك لا ليك لا ليهم،
انا كندوي بصفه عامه وكندوي مع الراي العام، وانا احترم قرارات الراي العام، لانه في الاخير اقول تعليق المواطن، احترم التعليقات ديال الناس ومن الناس نستفيد. ولكن الى متى سوف يستمر هذا الملف بهذه الطريقه؟ انت تقول والطرف الثاني يجيب، انت تقول والطرف الثاني يجيب، تلمت انت لا زال الحياه بقى قدامك ولك طموح انك تزر الرايه ديال المغرب. هنا النداء لاهل الفن، الناس اللي عندهم حجره ثقيله كما كنقولوا بالدارجه المغربيه، يدخلوا في هذا الموضوع. طريقه الصلح، طريقه يتفك هذا المشكل، يدار الحد لهذا النزيف الداخلي وسط العائله، هذا هو اللي تنطمح ليه يا ربي. لانه الضمير ديالي انا شخصيا ما عطانيش باش نسجل مازال في الموضوع. انت غادي تختار فين تجاوب، لك الحق في الاختيار، وهما غادي يختاروا فين يجاوبوا. الكل متضرر، ما بغيناش ندخلوا البحث دقيق في الموضوع، اين هي مواقع الخلل، شكون اللي غلط وشكون اللي عنده الصح، ولكن نبحث في ماذا؟ في اسره، في ام. انت كتقول في الاخير بانهم يمنعونني من رؤيه الام، والام تصرح وكتقول يشهدوا علي الله، وانا اللي كنت معها في الحوار، ولها شخصيه قويه، لا يمكن ان تنصاع لاي قرار من اي طرف. ام قويه، الله يعطيها صحيحتها والله يحفظها في الدنيا وفي الاخره، الله يجعلها مستورة في الدنيا يا ربي وفي الآخرة كذلك. إلى متى هتمرر الأمور بهذه الطريقة؟ وهنا كتحرجهم باش هما يجاوبوا. أنا قلت حتى أنا وغادي نشهد بها أمام الله، ما استشرت مع حتى واحد، أنا ما عمرني شتك وما عمرني شت العائلة من مور من الفيديو، من الفيديو عمرني تلاقيت بهم، وما عطاتنيش خاطر أنا نسجل في الموضوع، لأنه كله تراشق في الكلام. حتى اللي متى غيبقى الوضع بحال هكا؟ مجموعة من الفنانة كنعرفهم، وهنا غادي نذكر اسم مثلا، شاب عنده واحد اللمسة رائعة مع الفنانة ومتقارب معهم، هو مصماهر، الله يجازيك بخير. إلا حاول تربط الاتصال بالأطراف، إلا كنتي في المغرب حاول كيفاش يتم الحد من التراشق في الكلام. غادي نبقاو في هذه الإشكاليات كبرى. أنت كتشوف الحياة، ولكن التأثيرات في وسط العائلة غتأثر عليك، الله اللي عنبيك أنا معاك، ولكن وديك الأم تاهية، وداك الأخ اللي معاك توام، راه قالها لي آخر في الحوار، قالها لي الأخ، قال لي دخل جوجل وبحث على أشنا هما الخوت التوام، اللي تأثرتي أنت يتأثر هو، كيفاش يتم الحل لهذا التصدع بواحد الطريقة اللي ما تكونش عنده مضاعفات. إلا وقعت لك شي حاجة أنت مشكل، والوضع الصحي ديالك الله اللي عنبك، هذيك الام لو وقعت لها شي حاجه الله يسترها يا ربي، والله يسترك انت. الى متى سوف يستمر هذا الملف بهذه الطريقه؟ اسيدي ما تخبروناش، انا ندوي على شخصي، انا ما عنديش الحق ندوي انا على لا 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 منابر اخرى، ندوي على راسي. اسيدي ما تخبروناش، خلونا نتفرجوا حنا ونسوقوا الخبر بالله، راه الناس تحل المشكل. نفرح، انا نفرح انه تم الحل، انت تصيفط الكلام وهم يجاوبوا عليه، وبقينا في هذا الاطار. ما النداء ديالي خلاصه القول لجل المغاربه، كل من له صله بهذه العائله، وكل من له صله بفنان او من اهل المجال ديالهم، او له حجره ثقيله على الموضوع، اللي قادر انه يشوف شي طريقه باش يتحل هذا المشكل. كيفاش هذه الوليه دي كملت الطبيب ديالو؟ الله يستر لي ويوفقه، لا هو لا زوجته لا امه لا باه لا كل شيء، باه الله يرحمه والاخوه ديالو، ولكن كذلك العائلة. أنا أحاول أن أكون منصفا في الأطراف، لأنه إلا مشيت غنولي كنقول في الفتنة. أنت راه جاوبتي وأنا غنمشي عندهم يجاوبوك، وغدا غادي يعيطوا لي يقول لي شو راه قال، وبقينا في هذا الوضع. إلى متى؟ أرجوكم يا مغاربة، تنتمنى هذا الفيديو تبارطاجا بزاف، لأنه أنا كنشوف أبعاد في النهاية ديال هادشي. هذيك أم هي الكنز، والأم لا تناقش. رضا الله من رضا الوالدين. إلى متى سوف يبقى هذا الملف بهذه الطريقة هذه؟ أنت قلتي هما يجاوبوا، حتى لإمتى؟ كل من تدخل في الموضوع أجره محسوم عند الله، الله يقبل أجره من أجل الحد، سواء لا من جهته ولا من جهة الأطراف الأخرى، ويدار صلح وتستمر الحياة. ما تمرضش هذيك الأم، هي الوضع الصحي ديالها دابا الله اللي عان بها، متضمرة نفسيا، والدمعة ديالها صعيبة، الدمعة ديالها صعيبة، وانت مريض الله يشافيك يا ربي. ولكن إلا بقينا في هاد الملاسة تنتلاسنوا بالكلام،
الا بقينا في هذه الطريقه اللي كنظن تراشقوا فيها في الهضره، انا نقول ليه وانا نقول على خويا وخويا يجاوب عليا، وبقينا الى متى؟ كيفاش غتزيد هذه الحياه؟ ارجوكم يا مغاربه، كل من تدخل في هذا الموضوع والله يقبل اجره دنيا واخره. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.